ثم ننتقل الحديث الرابع والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من الإيش؟ البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يعني شوف الثلاثة الأولى معطوفة على بعض: البرص، الجنون، الجذام، ومن سيء الأسقام. وفي رواية: وأعوذ بك من الصمم والبكم، رواه أبو داود وغيره. والرواية الثانية والرواية الأخرى لابن حبان والصحاح والألباني: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عموم الأمراض السيئة، وخص منها بعضها لشدتها ومفاسدها ولنفرة الناس من أصحابها، مع ما في بعضها من الشين والعيب وفساد الخلقة وتغير الصورة والبلاء فيها يشتد. وهذه داخلة في جهد البلاء السابق ذكره في الاستعاذات النبوية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه كما في الصحيحين. لم يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من سائر الأسقام، لأن الإنسان يمرض ولا بد، لا بد يمرض. طيب، في سخونة وفي كحة وفي صداع، زكام، هذه أشياء ليست من سيء الأسقام، لكن يعني لما وبعدين فيها يعني كفارة للذنوب، وفيها يعني تعريف العبد بضعفه، وفيها إخراجه من كبره وغروره، وفيها ثواب أن يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، حتى لو كان صار طريح الفراش لحمى أو نزلت برد شديدة ونحو ذلك. فما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من كل الأسقام، بعض الأسقام ترى فيها خير للعبد، لكن استعاذ من سيء الأسقام، وأفرد بعضها بالتعوذ مثل البرص، وهو مرض معروف فيه بياض في الأعضاء على وجه العلة. الجنون ذهاب العقل أو فساده. الجذام هذا مرض مزمن بكتيري معروف مشهور باسم هانسن اتش دي، يذهب معه شعور بالأعضاء ويتفتت اللحم ويسقط الشعر ويسيل الصديد ويجري على الأعضاء حتى تعافى النفوس صاحبه. والجامع بين البرص والجذام في تغيير الصورة وبشاعة المنظر، وقال بعض المعديان. لكن طبعا من أصيب بشيء من ذلك في أجر، ما في شك، يعني ما هو يعني إنه إذا صار هذه يعني إنه هذه اللي استعاذ منها لو حصلت لو وقعت لبعض الناس فهو ابتلاء عظيم. أيوب عليه السلام، أيوب لبث البلاء يعني 18 عاما، وأصيب وقع في أشياء من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى شفاه. سيء الأسقام الأمراض الفاحشة مثل السل، الإيدز، السرطانات ونحن من أمراض خبيثة تسمى طبعا أمراض الخطيرة، ولا نقول يعني ليس في أفعال الله خبيث، نقول الأمراض الخطيرة، ونقول في هذا المرض الخبيث كما نبه على ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، هذا البرص والجنون والجذام من باب عطف الخاص على العام، ونسي الأسقام عطف العام على الخاص الذي تقدمه. والضابط في استحباب الاستعاذة من الأمراض أن كل مرض يحترز الناس من صاحبه ولا ينتفعون منه ولا ينتفع منهم، ويعجز بسببه عن حقوق الله وحقوق المسلمين، فيستحب الاستعاذة بالله من ذلك، كما في المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري وشرح المشكاة للطيبي. الصمم معروف بطلان السمع أو ضعف السمع جداً. البكم الخرس، وهو من لا يتكلم خلقة أو يولد لا ينطق ولا يسمع كما في فيض القدير. وقيل الأخرس الذي خلق ولا نطق له، والأبكم الذي ينطق ولا يعقل الجواب، المصباح المنير.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدوام العافية في البدن والسمع والبصر كل صباح ومساء، كل صباح ومساء، فيقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. رواه أبو داود وهو حديث حسن. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحديث فيه إجابة لمن سأل عن الوقاية من الأمراض النازلة والأوبئة المختلفة، ونستفيد من أن الشريعة تعتني بالصحة، وأن من المهم في الشريعة إصلاح البدن ليتمكن العبد من عمارة دينه ودنياه. وهذه الأمراض ونحوها المذكورة لا يصاب بها نبي، يعني البكم والصمم ما تناسب أصلاً تبليغ الدين. يعني موسى عليه السلام كان به شيء في لسانه، لكن ما هو أنه لا يتكلم ولا لا ينطق ولا عي أو ولا أخي هارون أفصح مني لسانا، بس أفصح، ولا كلام موسى مفهم أكيد قطعا، ولا يمكن يبعث نبي يعني كذا أبكم. هذا يتنافى مع تبليغ الرسالة. ولكن يعني لا يعني أنه النبي ما يمرض، بل يمرض، قد يشتد عليه المرض. النبي عليه الصلاة والسلام أصيب بالسم وأصيب بالسحر وأصيب وجحش شقه، سقط وجرح، أصيب بإصابات، لكن ليس من النوع الذي فيه النقص والعيب أو يقدح في النبوة أو في تبليغ الدين أو ينفر عنه أتباعه، فهو أكمل البشر وأشرفهم نسبا وأحسنهم صورة وخلقا وخلقا. والأنبياء هؤلاء كذلك، كما قال الله: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لو قيل: طيب هو لا يصاب، أو هو لا يعني ما يمكن، يعني ما يمكن أن يكون مثلا في صمم وبكم، فلماذا يستعيذ منها وهو لا يصاب بها؟ نقول: تعليما لله.